سيدة وفاء تاجرة. هاد السيدة أنا ما عندي حتى علاقة بها وما تنعرف حتى شي حاجة في هذا المشكل اللي وقع. أنا السيدة اللي حس فيا وأنا سمعت أن اغتصاب الطفل من طرف واحد الصديقة ديالها. ديك الصديقة اللي جات عندي كنتعامل معاها من خلال حوارنا البارح، قالت لي غنمشي نطلع لواحد الصديقة عندها مشكل. سمعت قضية اغتصاب سحبني طفل، يعني طفل صغير، بقات كتعاود ليا ملي سمعت أنا طفل رضيع وديال 3 سنين. يعني وصلت واحد الحاله اللي انا حاله هيستيري، يعني انا الطفل ديال 3 سنين كيتغتصب، يعني اي طفل غيتغتصب. بقى فيا الحال، قلت لها شنو المشكل اللي عندها، واش وصلت للقضاء؟ قالت لي وصلت للقضاء. واش شي جمعيه كدعمها؟ قالت لي ما كاين حتى شي جمعيه، ما لقاتش الناس اللي دعموها. قلت لها غنشوفوا ان شاء الله. مشات هذيك السيده، جا واحد السي جامع الله يجازيها، وحده جالس السي جامع كنهضر معاه من خلال الحوار. قلت لي الله يعطيك السر، هاش المشكل وقع وقع، واش كتعرف؟ قال لي راه كاين واحد السيده حقوقيه من سي لاله جميله، عطاني رقم التليفون ديالها، يعني ما اتصلتش بها البارح على اساس باش نشوف واش هذا الواقع حقيقيه ولا لا. اتصلت بالسيده، عيطت لصاحبتها قلت لها شوفي هذيك السيده اللي كتعرفي ولا تلتحق بيا انا وتجي عندي انا نشوف واش هذاك الشيء بصح ولا كذوب. منين جات بالوثائق ديالها بما يثبت مع شهاده طبيه وشهادة إثبات ديال الشاهد وشهادة أخرى ديال بأن عطاها الطبيب تمشي عند بسيكياتر، يعني المسائل مضبوطة. جات عندي هضرت معاها، دابا قلت لها واش أنت مستعدة الناس يدعموك ويوقفوا معاك؟ قالت لي أنا راه من حطة راني راه وصل بيا الإنسان ولدها تتبكي، يعني جات عندي واحد الحالة هيستيرية تتبكي. قلت لها واخا. اتصلت الأسرة جميلة، يعني في ظرف ربع ساعة يعني كان أخذ ورد. كملي. يعني كان اخذ ورد في الكلام مع اتصال هاتفي، الحمد لله صافي تواصلنا انا ولاله جميله على اساس واش السيده مستعده تستقبلنا وتهضر معنا وتشرح لنا. قلت لها غنتصل بها هاتفيا ونشوف السيده مولات المساله اللي كتخصها بالنسبه للابن ديالها. كانت هي بروح رياضيه وبواحد الاستجابه يعني بنعم اتفقنا. جات في ظرف يعني في هذا الشيء كله، هذا الحوار كامل كنعاود لكم دابا بظرف ساعه، كانوا هاد الناس الله جميله والناس المسؤولين الله يجازيهم بخير والاسره جميله رئاسه رئاستهم تحيه ليها من هذا المنبر الاعلامي ديالكم تشكر عليه، بان احنا ناس لقاو ناس اللي كيساعدوا هاد الناس المظلومين وهاد الاطفال. وانا اللي حس في الامر كله هاد الهضره كامله، وانني مواطنه مغربيه بقى فيها الطفل، هاد الطفل اللي غيتغتصب عبد الصمد واطفالهم ابرياء. بغينا نحد توقفوا معاها وتوصلوها المبتغى، هي ما طلبت حتى شي حاجه، طلبه مساعده معنويه باش تدعم ولدها الطفل وعندها اسره حتى هم مسهم هاد الضر، يعني راه سمعوا بهاد الواقعه وهي تالمت حتى هي. وش غنقول لكم؟ شكرا لكم جزيلا، وانا انسانه كنت سبب، وش غنقول لك؟ الله يصاوب والله يسلكم امركم، هادشي اللي غنقول لكم. وشكرا للاسره الجميله، تحياتي لها من هذا المنبر. السلام عليكم. معكم استاذه امينه، فاعله جمعويه وحقوقيه. انا كنندد بهذا الفاجعه اللي سمعنا على هذا الوليد، انه تغتصب في هذا السن ديال عامين ونص. هذا شي حاجه اللي غير معقوله، انه تغتصب من طرف شخص كبير عاقل عنده 50 عام، تبارك الله راه راجل، وحاشا واش يكون راجل هذا، لان الرجوله ماشي هكا. ولكن بقى فينا الحال، انا ملي اتصلت بيا الاخت الرئيسه ديالنا التحقت بها بسرعه وقلت لها نمشي معاك، لان هذا الموضوع خصنا نحضروا فيه ونساندوا هاد السيده ونوقفوا معاها ونازروها هاد الموقف اللي كتعيش. وهاد السيده اللي اتصلت بجميله، حنا هي اللي حكات لنا هذا الحادث اللي وقع، والاخت دابا راه هي معانا، دابا حتى هي حكات لنا شنو وقع للوليد. وهادشي كنستنكروه كجمعويين كحقوقيين، كنستنكروا هاد الافعال الشنيئه بحال هادشي، والله ياخذ الحق في الظالم، وحنا بغينا ليها غير حقها وحق ولدها ما يضيعش، وهادشي اللي كاين.
السلام عليكم، معكم جميلة أزري المعروفة بجميلة البدر، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية. أول حاجة اللي إحنا ما للأسف ما عرفناش في هذه الواقعة، رغم أن مر على أكثر من أسبوع ما كانش اللي خبرنا، وهذا مشكل كان عانيه منه ولا مواطنين ولا جمعويين حقوقيين. إحنا كان بغيو ما كرهناش الأرقام الهواتف ديالنا تكون منشورة عندكم الإخوان في الصفحات في المنابر الإعلامية ديالكم، باش إلى شي مواطن احتاجنا يلقانا. هذا كاين واحد الإشكال كبير ما بين يعني التواصل ما بين الجمعيات الحقوقية ولا البيئية ولا أي جمعيات يعني متخصصة في شي ميدان، ما تلقاوش العناوين ديالهم عندكم في المنابر الإعلامية. ثانيا الأخت، أحيي هذه الأخت، أخت وفاء، هذه السيدة الفريدة من نوعها، هذه السيدة اللي كتميز بواحد الروح ديال المواطنة عالية، أنها مجرد ما سمعت القضية ديال هذه الحادثة وهذا الطفل، في الحين اتصلت بالسيدة اللي واقع عليهم الحادثة وتواصلت معها وعرفت منها، وفوق هذا الشيء تبارك الله عليها إنسانة اللي واعية، قالت لها جيبي لي الشواهد الطبية، عطاتها كل ما يثبت باش تعرف بأن فعلا هذه الحادثة يعني وقعت. احنا تواصلت معايا الاخت وفاء عبر الاخ العضو اللي عندنا الاستاذ المعروف والاستاذ القدير استاذ جمال الدين، هو اللي عطى الرقم ديالي وتواصلت معايا. تقريبا في خلال ساعه او ساعتين كنا هنا عندهم باش نوقفوا، لان قضيه ديال اغتصاب طفل رضيع، اغتصاب ديال الطفوله كامله، ماشي اغتصاب ديال طفل واحد. حنا كاع اللي كيتعدى على 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 اي انسان سواء كان كبير او صغير، وبالاحرى ملي كتشوف واحد الطفل اللي هو رضيع وعنده عامين ونص، يعني عامين ونص رحنا يعني كنستنكروا هذا العمل الشنيع. وكحقوقيين جينا وساندنا هاد الاخت، وكانت يعني بقى تقريبا مده ديال اسبوع هي تجرب وحدها، وللاسف حنا ما كناش عارفين هاد الشيء وقع، وكل كنا عارفين غنوقفوا معها وغنمشيو معها المحكمه ونأزروها. من جينا شفنا هذا الشيء عاودت لينا، تواصلت مع جميع المنابر الاعلاميه تقريبا، لونسيتها عندي في الفيسبوك، قلت لهم تواصلوا معنا، رحنا عندنا واحد يعني واحد الواقعه شنعاء، واحد جريمه شنعاء ارتكبها خمسيني عنده ابناء، ورغم ذلك تعدى على طفل بريء عنده شهرين، عنده عامين ونص، تعدى على طفل بريء عنده عامين ونص. كيفاش يعني هاد السيد ملي سولناها قال لك جارنا شد الوليد طلعوا عنده، وراه عاودت لكم الواقعه بلا ما نعاود انا. المهم حنا بالنسبه لنا عطاوها شهاده ديال الخبره من دار البيضاء، نظرا للمشكل ديال الحجر الصحي ومشكل كورونا اللي تنمروا به في بلادنا، ما عطاوهاش هنا، يعني كان عندها مسكينه، وهي انسانه فقيره ما عندهاش ماشي ميسوره، تنقلات رغم ذلك باش تجيب حق ولدها، تنقلت للدار البيضاء باش خدات الشهاده ديال الخبره الاولى، وبان ديك الشهاده ديال الخبره ها هي راه غادي توريها لكم، فيها انها فيها مقياس الدري، وعطوها بانها تشري ليه الدواء. يعني كاين علامات ديال الاغتصاب، كاين علامات ديال الاعتداء، يعني بالنسبه فاش مشاو لسميتو لهذا المحكمه قالوا لهم كاين اعتداء، ودابا حنا ان شاء الله غنواكبوها ثاني نواكبوها بعدا حقوقيا، ان شاء الله نوقفوا تتاخذ الحق ديالها، غنديروا ليد في ليد كجمعيات حقوقيه مع المنابر الاعلاميه اللي تنشكركم من هذا المنبر، تنشكركم انكم تهتموا بهذه الفئات اللي يعني كتحتاج انكم تنشروا الخبر ديالهم باش يوصل لاعلى مستوى، وغادي ان شاء الله نواكبوها نفسيا سيكولوجيا. حنا الحمد لله كجمعيه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان عندنا الحمد لله شراكات مع اطباء ومع مراكز سيكولوجيه وسوسيولوجيه وقانونيه، ان شاء الله هاد المراكز هذه ان شاء الله غتستقبل ان شاء الله الام، وغتواكبها ان شاء الله كما واكبنا البنيه اللي ذبحت من عمقها، كما واكبنا الوليد اللي ديال مول الغنم، وكيف ما واكبنا بزاف ديال الحالات. دابا ان شاء الله غنواكبوا السيده حياه، كوني هانيه ان شاء الله، حنا معاك والقانون معاك والاعلام معاك، و
وحق وليدنا ولدنا عبد الصمد ما غاديش يضيع، وغادي ياخذ الجاني غادي ياخذ الجزاء ديالو، غادي ياخذ يعني ما يستحق من عقوبات. تكوني هاني، احنا معاك.